رضا صاحب هدف الوحيد في اللقاء اليوم. خسارة الإسماعيلي اليوم بهدف مقابل لا شيء بعد 4 مباريات لم يعرف فيها طعم الخسارة. اليوم تجرى الخسارة أمام بلدية المحلة الذي كان بالأمس القريب هو أسوأ خط دفاع في الدوري حتى. وعشان كده كان لازم تفكر كويس قوي ان انت بتلعب فريق مهزوم في اخر ماتشين ب10 تجوان، فكان من الطبيعي جدا ان فريق مهزوم ب10 تجوان مش هتلاقي فريق نازل يفتح لك خطوطه من بدايه الماتش. انت بتتكلم على لعيبه شرسه جدا، بتعرف تنقل كوره كويسه قوي، في نفس الوقت عندها شخصيه في الملعب. الطريقه او الاسلوب اللي لعب بيه لعيبه الاسماعيلي، مش هتكلم على كابتن ايهاب جلال والغلطه بتاعت عبد الرحمن مجدي، لكن هتكلم على الواقع اللي عشناه في خلال ال 90 دقيقه. لما بتيجي تتكلم على فريق بتلعبه زي فريق البلديه وهو خسران اخر ثلاث ماتشات بحصيله 13 جون، فلازم تعمل حساب ان الفريق ده لازم يكون فريق على الاقل عايز يعوض ان هو ما يطلعش خسران. فعشان تقابله بالطريقه المناسبه ليه كان لازم يكون في دوافع قويه جدا في نوعيه اللعيبه اللي انت بتنقيها او بتختارها لل 90 دقيقه دي. اول حاجه الرعونه اللي كانت موجوده في التلت الهجومي، اختيار ايريك واختيار علي الملواني كلعيبه. من فتره ما شفناش ايريك في الوينج ولا علي الملواني، طبعا ده اول مشاركه ليه كلعيب لسه جاي مستقدم جديد للنادي الاسماعيلي. البطء اللي كان موجود في نص الملعب من هشام وبيومي وعمر الساعي، عدم التحضير والتحولات من الدفاع للهجوم، حتى الضغط الجماعي اللي كنا بنتكلم عليه في بداية الشوط الأولاني، هو عندهم الفكر بتاع الضغط لكن التنفيذ بتاعه كضغط أمامي. الطبيعي أن أنت لما تيجي تستخلص كورة من فرقة بتنقل كورة زي البلدية يبقى لازم يكون عندك الوعي الكافي أن أنت تستخلص كورة عشان تجيب جول، مش بتستخلص كورة مجرد أن أنت بتعمل ضغط بعدد كبير من اللعيبة، فبتفقد بعد كده نص الملعب أو الهوية بتاعت نص الملعب، ويبقى فيه مساحات كبيرة قوي اللي البلديه ان هي تقدر تنقل كوره عليك في خلال الشوط الاولاني. يمكن هي كانت اقرب بالفرصه اللي شفناها دي في الدقيقه 10، وده كان انذار قوي جدا ان البلديه مش هيبقى صيد سهل بالنسبه لك عشان تكسبه 1 أو 2 او بتعمل سكور عليه. يمكن الشوط الثاني بدا شويه الاسماعيلي يبدا بدايه قويه، وقبل الجون يمكن الكره اللي جت كورنر انا طالب حاله في الدقيقه 52، كميه النقلات اللي نقلتها البلديه قبل الجون بالتحديد دي كانت من الحالات اللي كانت كفيله جدا ان هي تكون جرس انذار مبكر للاسماعيلي عشان يعرف صحيح ان البلديه هيجيب فيه جون. صحيح. فنقل عدد من النقلات انتهت بكورنر، الكورنر اتلعب على مرتين وكان طبيعي جدا، وهنا الغلطه ان انت بتلعب 2 على 1. اول حاجه في الجول لما بتلاقي 2 رايحين على الكوره فما بتسيبش 2 على 1 دي عشان ما يبقاش فيه فرصه ان تتلعب عرضيه او يبقى فيه استغلال للمساحه من الملعب فبتبقى خطر عليك. هنا الكورنر اهو الجول، كان لازم اول حاجه ان انت تضغط على اللعيب اللي بيلعب الاوفر دي اول حاجه. نمره 2 التمركز اللي موجود وعدم الرقابه. نمره 3 كان لازم احمد عادل عبد المنعم يشترك فيها، يمكن اختلفنا انا ووليد فيها عشان الارتفاع بتاع الكوره ما يوحيش لعادل احمد عادل ان هو يطلع ولو حتى بالبوكس تغري اي مهاجم ان هو يجيب جون، لان الارتفاع بتاعها كان عالي قوي، فدي اضطر ان هو يلعب الكوره في 6 ياردات، فدي كان من الصعوبه جدا على ان انت بتمسك كويس وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تتلقى او ترفع عرضيه تمنع عرضيه من ان هي تيجي في الجون. نعم. وجا الجون. بعد الجون يمكن الاسماعيلي بدا يفوق. التغييرات اللي حصلت بين زون لعبد الرحمن الدحة وبشار اشرف ودي يمكن ادت مش هقول الرياحيه ولكن ادت شكل الاسماعيلي شويه في ان انت بتلعب باطراف كنت فاقدها تماما في الشوط الاولاني. عبد الرحمن ده اشتغل كويس قوي ناحيه اليمين. نعم. بشار خامه مبشره لكن عايز يعني يتنبه عليه شويه في ان انت ما تحتفظش بالكوره وترقص عمال على بطال، انت نعم. انت بتقدر تفوت وبتقدر ان انت تمرر الكوره كويس والامكانيات بتاعتك عاليه، ولكن في بعض الاوقات كان لازم ان انت تخلص من الكوره بسرعه لان نعم. انت خامه كويسه، فمن الطبيعي جدا وخصوصا ان هو كمان بيلعب على الجون يعني مش بس بيمر. الكور العرضيه اللي اتلعبت من عبد الرحمن ومن بشار كانت كفيله جدا، واحده منهم بعد الجون على طول كان لازم تيجي جون بتاعت نادر فرج اللي هو نزل وطلها وعملها بدماغه وجت في القائم. نعم. الكوره دي يمكن لو شفنا الاعاده بتاعتها الكوره دي كان لازم تتلعب ببطن رجله مش بدماغه دي، لان الطبيعي ان انت لما تكون الكره عرضيه عدت ونزلت تحت فبطن رجلك هو اقوى حاجه، خصوصا ان انت في 6 ياردات مش عايز قوه مش محتاج ان انت توجهها بدماغك عشان تيجي جون. دي من الفرص اللي ضاعت اللي كانت كفيله انها ترجع الاسماعيلي بسرعه. لا. بالاضافه للفرص انت عندك حاجه؟ لا عندي عايز اروح لكابتن وليد وعايز اعلق على قطعه معينه. لا بالاضافه للفرص اللي ضاعت بعد كده بقى في واحده من بشار نفسها اللي جت في القائم،
في واحده من عمر الساعي العرضيه اللي اتلعبت، فكان دي طريقه حل ان انت ترجع تاني، لان انت تفتح الاطراف، دي كرة بتاعت بشار اللي جت في القائم، كيف تفتح الاطراف ويبقى عندك امكانيه ان انت توصل وتوصل بسرعه جدا وتقدر تحقق التعادل. لكن باد لك طبعا هم عقبال ما استوعبوا الدرس وان هو مستعجل عشان يحقق التعادل ما قدرش يحققوا النتيجه الاستعجال اللي كان موجود في ال 18.